السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا معكم على الخير والبركات. أحبتي، ندعوكم في هذا الفيديو للتعرف على قدرات الجن، وهل يستطيع الجن خطف الإنسان؟ تعالوا معنا لنتعرف على الإجابة على هذا السؤال، فأهلا ومرحبا بكم. مشاهدينا الأكارم، إن سرعة الحركة وطي المسافات في مدة قصيرة من بين القدرات التي خص الله بها الجن، وقد أخبرنا الله عز وجل عن ذلك العفريت من الجن، والذي طلب منه سليمان عليه السلام أن يحضر عرش الملكة بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس بفلسطين في وقت قصير. قال تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. وإليكم أعزائي بعضا من القدرات التي يتمتع بها الجن. أولا، صعود بعضهم إلى طبقات السماء العليا. أعزائي، من أصناف الجن صنف له أجنحة تمكنه من الطيران. عن أبي ثعلب الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجن ثلاثة أصناف، صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات، وصنف يحلون ويضعنون. وفي هذا الصنف الذي يطير قد يصل إلى أجواء عالية جدا في السماء. قال تعالى: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال سبحانه: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب، دحورا ولهم عذاب واصب. وقال أيضا سبحانه وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. مشاهدي الكريم، هذه الآيات تبين أن الجن يصعدون إلى السماء لاستلاق الكلمة من علم الغيب من الملائكة، وينزلون بها إلى أوليائهم من الإنس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء فيسمعون الكلمة من الوحي فيهبطون بها إلى الأرض، فيزيدون معها تسعا، فيجد أهل الأرض تلك الكلمة حقا والتسع باطلا. يمكن تسمية هذا النوع من الجن بالجن الطيار. ثانيا، قدرتهم على الأعمال الشاقة. أعزائي المشاهدين، لقد جاءت آيات قرآنية توضح القدرات الكبيرة التي خص الله بها الجن، ومن بينها قدرتهم على أعمال عظيمة وشاقة. ومن بين هذه الآيات قوله تعالى واصفا ما وهبه لسليمان عليه السلام من فضل ونعمة. قال تعالى: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور. قال مجاهد: المحاريب بنيان دون القصور، وكانت من نحاس، وجفان كالجواب بمعنى جابية، وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء، والقدور الراسيات أي الثابتات في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لعظمها. وقال سبحانه وتعالى أيضا: ومن الشياطين ما يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، وكنا لهم حافظين. وقال عز وجل: والشياطين كل بناء وغواص. فسر ابن كثير هذه الآيات بقوله: أي منهم من هو يستعمل في الأبنية الهائلة من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر عليها البشر. وطائفة غواصون في البحار يستخرجون ما فيها من اللآلئ والجواهر والأشياء النفيسة التي لا يوجد إلا فيها.
ثالثا قدرة الجن على اختطاف الإنسان والطيران بهم. مشاهدي الكريم، قد يخطف الجن بعض الإنس ويعيشون معهم في عالمهم الخاص بهم، وعندما يعودون يكشفون عن أعاجيب غريبة يشهد لذلك مجموعة من الأحاديث والآثار، منها عن عامر قال: سألت علقمة، أنا سألت ابن مسعود فقال: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: فبتنا بشر ليلة. الحديث. وقال الإمام النووي رحمه الله: معنى استطير أي طارت به الجن، ومعنى اغتيل قتل سرا. فالصحابة رضوان الله عليهم بحكم معرفتهم بأحوال الجن خاصة، وأنهم كانوا يعيشون في مكان على شكل قبائل تحيط به الصحارى يتناقلون أخبار الجن، كانوا يدركون أن للجن قدرة على اختطاف الإنس والطيران بهم. رابعا قدرة الجن على التشكل بمختلف الأشكال. لقد أعطى الله سبحانه للجن القدرة على التصور بصورة الإنسان والحيوان، يقول القاضي بدر الدين الشبلي: لا شك أن الجن يتصورون ويتشكلون في صور الإنس والبهائم، فيتصورون في صور الحيات والعقارب، وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير، وفي صور الطير، وفي صور بني آدم. وقد حاول بعض العلماء تفسير كيفية انتقال الجن من صورة لأخرى، منهم القاضي أبو يعلى حيث يقول: ولا قدرة للشياطين على تغيير خلقهم والانتقال في الصور، وإنما يجوز أن يعلمهم الله تعالى كلمات وضربا من ضروب الأفعال، إذا فعله وتكلم به نقله الله تعالى من صورة إلى صورة. وقد يكون للجن سحرة يعلمونهم أقوالا وأفعالا تنقلهم من صورة لأخرى. فقد روى ابن أبي الدنيا عن يسير بن عمرو قال: ذكرنا الغيلان عند عمر فقال: إن أحدا لا يستطيع أن يتغير عن صورته التي خلقه الله تعالى عليها، ولكن لهم سحرة، فإذا رأيتم ذلك فأذنوا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نعلم إن الله على كل شيء قدير، وإن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. مشاهدين الأعزاء، نشكركم على حسن المشاهدة، كما ندعوكم إلى مشاهدة المزيد من الفيديوهات المثيرة والممتعة لمختلف الأذواق. سوف نسرد لكم سلسلة لأفضل أعمالنا في شتى المجالات: المجال الرياضي، قناة ميديا كورة ومعلومة رياضية ومعلومة كروية. وتعد قناة ميديا كورة أكبر منصة رياضية التي تضم أهم التحليلات الرياضية والانتقالات الرياضية. وقناة معلومة رياضية التي تقدم لكم أجمل الأهداف وأغرب المشاهد الرياضية وملخص لكل الأحداث الكروية. المجال الثقافي، قناة معلومة ومعلومة ثقافية. تقدم لكم منصة قناة معلومة كثيرا من المعلومات الثقافية والدينية والرياضية والفكاهية، وأحداث النهاية التي تضم أحداث يوم القيامة بالتفصيل، من بداية العلامات الصغرى حتى دخول الجنة أو النار أعاذكم الله، وما تحويه كل من الجنة والنار. المحتوى الديني، معلومة دينية. تقدم لكم أهم القصص الإسلامية والمسائل الشرعية، قصص الصحابة والتابعين وفرسان الإسلام، وغرائب وطرائف التاريخ والأثر الدينية. وكي نستمر في العمل نرجو منكم فقط الاشتراك مع علامة الجرس،
سوف تجدون روابط القنوات داخل صندوق الوصف. مع أطيب تحيات أخيكم في الله أيمن صابر.